أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير، تأتيكم من داخل أروقة جريدة الأهرام، ونستهلها بأهم العناوين. الأهرام ينفرد بنشر خطة وزارة الإسكان لطرح الأراضي مع بداية العام الجديد. 14848 فدان كاملة المرافق و580 فدان يجري ترفيقها. مد الحجز لأراضي المصريين بالخارج حتى 28 من فبراير المقبل. أيضا من عناوين هذه الطبعة بوادر انفراج للخروج من الأزمة الراهنة. 10.5 مليون سائح زاروا مصر حتى نوفمبر الماضي بإيرادات وصلت 9.370 مليار جنيه، و 25% نسبة التراجع في الإشغالات بسبب الأحداث السياسية الأخيرة. وأيضا استقالة وزير الشؤون القانونية محمد محسوب لتناقض سياسات الحكومة مع قناعاته الشخصية، و 520 ألف قنطار تعاقدات القطن المصري مع بداية الموسم الجديد. بوادر أزمة في أسواق الصرف والجمارك تبدأ تطبيق عدم السماح بخروج أكثر من 10,000 دولار مع الركاب. وأيضا نقرأ في عناوين هذه الطبعة تخفيف الأحمال الكهربائية صباحا لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية. أيضا من عناوين بوابة الأهرام الإلكترونية الحديدي حجم التعديل الوزاري سيعتمد على مدى رغبة الوزراء في الرحيل عن الحكومة. وقطاع السجون تسلم قرار نقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري، وإجراءات التنفيذ تنتظر موافقة القوات المسلحة. وأيضا المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي المستشار محمود مكي استقال احتراما للدستور الجديد الذي لا يتضمن منصب نائب الرئيس. للتعليق على هذه العناوين وغيرها من الملفات المهمة معنا في الفقرة الأولى من طبعة اليوم الأستاذ عبد العظيم درويش مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ عظيم. أهلا بك يا أستاذ. أستاذ عظيم، نبدأ من العنوان والانفراد لطبعة اليوم من قبل جريدة الأهرام، وهو متعلق بخطة وزارة الإسكان لطرح أراضي مع بداية العام الجديد. تفاصيل هذا الخبر. طبعا في قطع أراضي كتيرة قوي في بالنسبة لوزارة الإسكان ترغب في طرحها للمواطنين للبيع في محاولة من جانبها لحل أزمة الإسكان، وخصوصا الإسكان العائلي وغيره يعني. أيضا إلى جانب ده الأراضي المخصصة لبيت الوطن، وهي الأراضي المخصصة للمصريين في الخارج. الأراضي ديت مساحتها ما بين 350 متر إلى 800 متر، وفي العديد من المناطق الجديدة بالنسبة لمثلا منطقة شرق القاهرة، وفي موجود في الصعيد وفي غيرها ودول وبعض مناطق أو مدن الساحل يعني. المفروض ان حجز الاراضي ديت كان هينتهي في نهاية الشهر الحالي يعني بعد ثلاثة ايام، تم تمديده لينتهي اليوم 28. الحجز اعتقد المقابل بالعملة الصعبة. ما هو علشان كده ديت النقطة اللي انا عايزها اقولها. التمديد مش كما اعلنت وزارة الاسكان بناء او تلبية لرغبة المصريين في الخارج على اساس الرغبة اللي هم أبدوها لوزارة الإسكان من خلال النت ومن خلال الجوابات والاتصالات وبتاع، إنما هي محاولة من جانب الحكومة على أساس أنها تتغلب على مشاكل ونقص العملات الأجنبية. وبمناسبة نقص العملات الأجنبية، الأهرام رصد بوادر أزمة في السوق النقدية وتحديدا في أسعار الدولار وأسعار اليورو. الدولار قفز 6.18 للبيع. للشراء 6.21. الأخطر من ده إن الاستثمار أبلغ عدد من شركات الاستيراد المواد أو السلع غير الضرورية، وأنا لسه يعني مش فاهم يعني أحد المعنيين في الجهات التي تقوم بعملية الاستيراد يقول أن يعني قرش زيادة في الدولار يكلف مصر خسارة 100 مليون دولار. ما هو بالتأكيد وارتفاع في الأسعار السلع. إنما المهم اللي يبين لنا المقياس اللي يبين لنا الأزمة اللي احنا 100 مليون جنيه الاقتصاد يعني أستاذ أحمد الزهير بقول لي 100 مليون جنيه مش 100 مليون دولار. الأزمة أنا بضغط على خطورة ما كشفت عنه الاستثمار، انها لما بعتت خطابات لشركات الاستيراد
ان هي الاستيراد السلع غير الضروريه، وانا ما اعرفش يعني ايه السلع غير الضروريه. طب ما طالما غير ضروريه ما بلاش منها. طيب بالتاكيد فارسلت لهم خطاب بتؤكد لهم فيها عدم القدره على فتح اعتمادات مستنديه دولاريه تزيد عن 5000 دولار لازم مناسبه في ظل العمليه في اليوم الواحد. طب في ظل هذه الظروف الصعبه التي يعني يعانيها الاقتصاد المصري، طالما في سلع غير ضروريه يتم استيرادها، يعني تم نعلن صراحه مش عاوزينها وخلاص نكتفي بالضروري، و يعني انا حتى نقلص العجز في الدولار. يعني المنطق يقول كده، انما الوضع مش بالسهوله اللي احنا ممكن نتصورها، لان الاستيراد السلع غير الضروريه ايا يكون بتقوم عليها شركات فيها عماله وفيها موظفين، وقد تكون تخدم طبقة معينة من الطبقات اللي موجودة في المجتمع، وبالتالي من الصعوبة جدا انك انت تصيب السوق بحالة اكثر جمودا مما هي عليه. الوضع الطبيعي اللي عايز يستورد افرض عليه جمارك، طالما سلع غير ضرورية افرض عليه جمارك، وجمارك انا مستعد اتقبلها انها تكون جمارك مبالغ فيها حتى، وبالتالي اللي عنده الرغبة في ان هو يستخدم يدفع السلع طبعا. طب ننتقل برضو يعني متعلق بالظروف الاقتصادية وبوادر، يعني هنا حديث عن بوادر انفراج للخروج من الازمة، يعني 10.5 مليون سائح زاروا مصر حتى شهر نوفمبر بإيرادات وصلت 9 مليار و370 مليون جنيه. في الوقت نفسه هناك تراجع في نسبة الإشغالات بسبب الأحداث السياسية وصلت إلى 25%. لا، الكلام اللي هي بوادر الخروج من أزمة السياحة ده كان كلام للسيد زعزوع وزير السياحة. هشام زعزوع. وزير السياحة بيقول إن هناك بوادر وأن هناك 9.5 مليار جنيه دخلوا موازنة الدولة علشان زارها 10.5 مليون سائح لغاية نوفمبر اللي فات. انما في نفس الوقت الهام الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحيه بيقول ان هناك بعض الاماكن السياحيه نسبه الاشغالات فيها لا تتجاوز 5% فقط. يعني 95% من القدره او الطاقه الاستيعابيه غير مستغله بالتاكيد. وان الاخطر من ده وفقا لكلام الهام الزيات بيقول ان مصر بتخسر 18,000 مقعد في الطائرات اسبوعيا. وده الخسارة مش لقطاع السياحة لوحده، انما بيشمل قطاع السياحة وقطاع الاثار وشركة مصر في متعلق بالسياحة. يعني الاقصر التي تعتمد على السياحة بشكل عام، يعني هناك يقال اكثر من 80% من الفنادق في الاقصر اصحاب عرضوها للبيع. ما هو ده اللي بيأكد لنا ذلك التناقض اللي ما بين وزير السياحة وما بين رئيس اتحاد الغرف السياحية، والاثنين بالمناسبة كانوا في نفس المؤتمر، وهو كان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. يعني هل ما زلنا استاذ عبد العظيم يعني نمارس سياسة عشان نرضي مسؤول معين او رأس الدولة نقول كلام حلو، ولا ايه المشكلة؟ طيب ايه الاشكالية؟ ما انا مش عارف يعني ما يصرحوا الناس بحقيقة الوضع. يعني مثلا بكار اللي هو نادر بكار في المتحدث باسم حزب النور السلفي بيؤكد ان الحزب لن يتخذ اي اجراءات فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية. صحيح. لانه هو بيؤمن بمدى اهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد. ايضا بيتكلم ان مشكلة السياحة هي مشكلة امنية ليست مشكلة. صحيح. لا اكتر ولا اقل. انما كالعادة برضو لازم يحمل الاعلام مسؤولية، يعني صار رسالة سلبية عن الوضع داخل مصر وعن إن ولكن في نهاية المطاف والإعلام يعني انعكاس واقع، بيعكس واقع. يعني أفنم الإعلام بيعكس واقع موجود. أنا بقول لك كالعادة. يعني أنا يعني ده يقودنا إلى يعني هذه التداعيات في الشأن الاقتصادي هي نتيجة للوضع السياسي، وربما استقالة الوضع السياسي والوضع الأمني بالتأكيد. يعني استقالة وزير الشؤون القانونية ده أنا بعتبره من أخطر الأشياء. دكتور محمد محسوب. طبعا. يعني هل هو انسجام مع ما اعلنه المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط
بأنه يعني اعترض أو معترض بشدة على إعادة تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة. هو الدكتور محمد محسوب ما قالهاش بالوضوح اللي احنا من ممكن ان احنا نستشفه، انما في استقالته بأرجع استقالته الى انه هو لما اعيد تكليف الدكتور هشام قنديل ولما المواطن المصري مرر الدستور كان بيأمل ان هناك سياسات جديدة هترضي الثورة وترضي المواطن المصري، انما ده ما انعكس على الاطلاق في سياسات الحكومه، وهو اعتبر طب يعني بس سياسات الحكومه قرر جاي بعد يوم من اقرار الدستور. يعني ما هو يعني متى علم ان يعني هذا هو بيتكلم على الشخص السياسات التي ينتهجها رئيس الحكومه، وهو رئيس الحكومه شخص واحد ما كان قبلا وما سيكون مستقبلا والله اعلم. يعني اعترض على الفتره الماضيه يعني واعترض وقال ان هو قاعد مع نفسه وحاول يقنع نفسه، انما اكتشف ان السياسات الحكوميه لا تتناسب على الاطلاق بل تتناقض وتتعارض مع قناعاته الشخصيه، ولذلك هو يعتبر ان تقديم الاستقاله ديت ابسط ما يمكن ان يلجا اليها وان يعود مره اخرى الى الحزب اللي عنده. طب ننتقل لخبر اخر يعني ربما يحمل يعني شيء مفرح بالنسبه للفلاح الغلبان. لا ال 520,000 هم كل مره بيقولوا كده بس ما بتنفذش. وانا ما يعني ال 520,000 قنطار ده التعاقدات الجديده في الموسم الجديد ده او في السنه الجديده ديت طالما يخلصوا الموسم الحالي كررت 10,000 مره. وعلى رأيك ان الموسم الحالي الفلاحين يعني هناك بعض الفلاحين يشكو ان القطن ما زال بحوزاته ومش حد بيشتريه ومحدش بيشتريه على الرغم من ان الحكومة كانت عاملة سعر ضمان لشراء محصول القطن وقالوا 800 جنيه للقنطار وطبعا حصل تلاعب من قبل التجار وصل يعني ل600 يعني وصل ل600 600 جنيه في بعض المناطق يعني وان المسألة متكررة يعني يبدو ان احنا ما بنتعلمش ان هناك بعض المشاكل الموسمية التي دائما ما نقع فيها كما لو كان الزمن بيتوقف عندها. وايضا فيما يتعلق بموضوع الفلاح والمشاكل التي يعاني منها يعني ربما هذا العلم غير موجود، ولكن فيما يتعلق بالاسمده الزراعيه يعني قبل موسم القمح يعني وعد وزير الزراعه ان الاسمده ستكون متوفره والازمه محتدمه طبعا ويعني رؤساء التعاونيات يتعاملون مع المواطنين كانهم أنا بنتعامل يعني بلا قيمه يعني. يعني انا هفكرك ان شاء الله احنا في بداية موسم الشتاء اسبوعين ثلاثة وهتحدث الازمة الشديدة في انابيب البوتاجاز مرة اخرى رغم محاولة توزيعها بالبطاقات ومش عارف ايه وبتاع، كما لو كنا بنفاجأ بان احنا في شهر ديسمبر او يناير في شتاء. يعني احنا دايما بنتعامل مع المشكلة اللي متكررة عشرات السنين. طب فيما يتعلق بالشتاء كما لو أعتقد كانت هي أول مرة يعني. يعني فيما يتعلق بالشتاء أعتقد الظلمة وحشة قوي بالشتاء. طب هنا يعني تخفيف الأحمال الكهربائية صباحا لأول مرة يعني في تاريخ الشبكة القومية. هو شتاء مظلم وليل أسود بالفعل يعني. هي يعني ليلة الشتاء يعني طبعا. لان هما هيخففوا 12 ساعه لان مفيش اولا غاز لاداره المحطات، ثانيا ان مفيش مازوت لان بعض المحطات الكهرباء بتستهلك فيما يتعلق بالمازوت. ايضا يعني شركات الاسمنت يعني هددت بوقف العمل اذا لم تحل ازمه المازوت يوم الاحد المقبل. عمال شركات الاسمنت العمال نفسهم وهم النهارده كانوا في اجتماع في مجلس الوزراء والدكتور هم مدوا المدة على فكره يعني هو كان النهارده فهم مدوها تنتهي اليوم، انما امهلوا الحكومه لغايه يوم الحد يا اما هتتوقف الانتاج. انما في فرنين في احدى الشركات توقفت بالفعل عن العمل لغياب المازوت مفيش مازوت. طب ننتقل تعليقا على يعني ما قال الاستاذ عبد العظيم درويش يعني المعنون فليصمت الجميع. انا كاتب قلت على الرغم من ان نتيجه الاستفتاء جاءت بنعم الا انها في نفس الوقت انهت ما يمكن ان نسميه اسطورة او قدرة الاخوان على الحشد والتعبير. الاخوان بس؟ يعني الاخوان والسلفيين يعني الطائرات والاخوان والسلفيين بس ولا الطرف الاخر؟ لا ما انا قلت ده قلت انه على الرغم من ان نعم انهت القدرة على التعبئة والحشد من جانب التيار الاسلامي، وعلى الرغم من تنامي الرفض
الا انه هو بالتاكيد ان ده ما هواش محسوب لا لجبهه الانقاذ وتوابعها من الائتلافات السياسيه، وقال ان المواطن نفسه كمان تعقد ظهره للطرفين بعد ما يئس تماما منهم، وقال ان مشاركته في الاستفتاء هي مشاركه في معركه ليس له بها للطرفين. ده دار النخبة على فكرة، في بعض الناس العاديين بيتكلموا على فكرة اتوبيس، اتوبيس يعني تركب فيه النخبة. هو يعني ادى داره للطرفين، طرف التيار السياسي التيارات الدينية اللي بتساند نعم، وطرف الائتلافات جبهة الانقاذ وغيرها اللي بتقول لا، لانه اكتشف ان دخوله في ده هو بيساهم في صراع على السلطة لا اكتر ولا اقل، لان الطرفين ادولهم ظهرهم للمواطن وما حسش، وحس ان المشاركه في الانتخاب في الاستفتاء ده عمل نخباوي، لان الطرفين ما قدروش ينزلوا له يعني يوصلوا له. وايضا الخلاف بشان مواد الدستور هم رؤوا يعني خلاف ما بين النخبه وطرف من وجهه نظر اغلبيه الشعب المصري. المواطن سحقته الحاجه واحتياجه في المعيشه اليوميه. شكرا استاذ عبد العظيم درويش، مدير تحرير جريده الاهرام، شكرا لك. فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الجزء الثاني من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. عالم يتبدل واقعه في كل لحظة، ولكل لحظة قيمتها، ولأننا نعلم ذلك نفتح عيوننا على كل الوقائع على مدار 24 ساعة مباشرة من دون تدخل، كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه. برؤيتك الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. معنا تصنع الخبر، تحلل الخبر، تعبر عن رأيك دون تدخل. شارك معنا عبر سكايب بالصوت والصورة على حسابنا الخاص AJM.مصر. أهلا بكم من جديد مع الفقرة الثانية من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ هاني عمارة مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام، أهلا بك. ومعنا أيضا الأستاذ سامي الأمحاوي مسؤول الديسك المركزي في بوابة الأهرام الإلكترونية، أهلا بك أستاذ سامي. أبدأ معك أستاذ هاني من الصفحة الثالثة والعنوان مزيد من التفاصيل عن المهلة التي منحت للحكومة وليس العكس من قبل شركات الأسمنت لإلغاء قرار زيادة أسعار المازوت، مسؤول ائتلافي يصف حصار أبو قير للأسمدة بالبلطجة. هي الخبر بيتحرك على محورين أو بيتضمن محورين. المحور الأول إن في شركات الأسمنت اللي هي
النقابات العمالية التي تمثل العاملين في شركات الأسمنت، هم 11 شركة أسمنت، عندهم مشكلة كبيرة دلوقتي بعد أن رفعت الدولة أسعار المازوت، وهم كانوا يعني عملوا وقفة احتجاجية أمام اتحاد العمال الأسبوع الماضي، وبيواصلوا يعني مساعيهم للضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذا القرار، وبيقولوا بيبرروا هذا الكلام إن ده هيمثل مشاكل لشركات الأسمنت، هيرفع الأسعار، هيؤثر على مسألة ربحية وإيرادات، والمواطن يدفع الغلبان يدفع برضه، وهم كمان هم كمان لهم بيتحركوا بشكل برجماتي، لأن هم برضه يقول لك إحنا كعمالة هنتضرر من ارتفاع الأسعار لأن ربحية هذه الشركات يعني هتتأثر. لكن يعني الحقيقة في المقابل لازم برضه يعني نراعي إن شركات الأسمنت أيضا تحصل على هذه الأسعار الطاقة، الأسعار الخامات، الكلام دي بأسعار محلية وبتبيعه بسعر برضو أسعار مرتفعة، في حين إن هي تحصل على التراب الذي يصنع منه الأسمنت. هذا ما أقصده بتراب الفلوس، هذا ما أقصده إن المكونات صناعة الأسمنت، ودي أحيانا أنا يعني الحقيقة برضو أنا هنا ناقل للخبر، لكن أنا وجهة نظري إن هي دعوة حق يراد بها باطل، لأن في النهاية يعني لازم شركات الأسمنت يعني حققت يعني في الفترة الماضية أرباح هائلة، لأنها كانت تستخدم المكونات محلية بأسعار رخيصة جدا، من ضمنها أسعار الطاقة بما فيها المازوت، وكانت بتبيع المنتج بأسعار عالية جدا. فيعني حتى يعني من باب الـ يعني يعني مراعاة الظروف الحالية اللي بتمر بها الدولة، ما حدش بيراعي حتى ان هم ان هم حتى يعني يفوتوا هذه الفرصة ان هم أيضاً يشاركوا. اعتقد المشكلة الاخطر هو ما يتعلق بابو قير للأسمدة، يعني ابو قير للأسمدة يعني من كبرى شركات تصنيع الأسمدة في مصر. مظبوط وللاسف يعني ايه موضوع يعني الشركة إيه بتنتج سنويا ما يقرب من 5 ملايين طن أسمدة، من جزء منها يعني بيتم توزيع في السوق المحلي بأسعار مدعمة برضو علشان ما ترفعش الأسعار، لكن المسألة دي متكررة ان في ناس من اهالي المنطقة بيغيروا او بيهاجموا المصنع، وبيقول لك احنا اولى ان احنا نشتغل فباعتبارنا من اهالي المنطقة، ومسألة يعني بصراحة مسألة مزعجة جدا جدا، الى درجة ان دلوقتي الصور اللي جاية من حوالين المصنع بتظهر قديه الشرطة بتحاوط او عربات مصفحات القوات الامن بتحاصر او بتحمي اسوار المصنع. الان الجزء الثاني برضو في هذا الخبر يعني ظهرت نغمة، الحقيقة نغمة غريبة جدا، ان فيه ناس خرجوا من معاش مبكر من شركات قطاع الاعمال، او ناس تم فصلهم من شركات القطاع الخاص على مستوى اسكندرية، اقاموا ايضا او قاموا بوقف احتجاجية امام مكتب المحافظ. حقيقة مسألة يعني بقت لها تداعيات مزعجة جدا جدا. طب انت يعني ارتديت ان انت تخرج الى المعاش مبكر وخدت مستحقاتك، يعني ايه اللي خلاك ترجع تاني عاوز تعود الى تاني الى شركتك؟ للأسف الشديد كله بيحاول يلحق، فهي يعني نشوف كله بيحاول يلحق حاجة. نشوف خبر متعلق ب يعني حديث الرئاسة على المشاورات بشأن التعديل الوزاري، وهنا الدكتور ياسر علي يؤكد ان المشاورات مستمرة حول هذا التعديل، ولم يحدد عدد الحقائب التي ستتغير. نعم، هو كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي كان عامل مؤتمر صحفي النهاردة، وبيرد بقى على التساؤلات الدائرة في الشارع المصري ولدى الرأي العام، من ضمنها طبعا مسألة يعني قضية الساعة دلوقتي، وهو التشكيل الوزاري ومين اللي ماشي ومين اللي قاعد وعادة مين اللي هيعاد انتاجه تاني في الوزراء الحاليين. وهو بيقول ان المشاورات مستمرة، والحقيقة برضو يعني يمكن كان قبلية الدكتور الأستاذ عبد العظيم بيتكلم على شخصية رئيس الوزراء، الحقيقة برضو يعني بتمنى أن المرحلة اللي جاية يعني يشوفوا يعني رئيس حكومة يكون أكثر يعني قوة، أكثر إقناع للرأي العام من الدكتور هشام أنديل. طيب ولا الطيبة نافعة ولا الدكتاتورية نافعة؟ لا لا الحقيقة احنا طب ننتقل لخبر حلقة عاوزة شخصية تكون يعني لها قوة ولها يعني تأثير كبير على الرأي العام. ننتقل لخبر آخر، وأعتقد ده يعني في إطار الحملات الأمنية، استخدام الطائرات لرصد البؤر الإجرامية. ده تفاصيل الخبر يا أستاذ. هي تفاصيل الخبر إن يعني اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية
امبارح عمل اجتماع موسع للغايه مع كل مساعديه في مدينه طلخه في دهليه. لا النهارده هو كان بيفتتح مركز شرطه مطور في مدينه طلخه في الدقهليه، لكن الافتتاح كان النهارده، لكن الاجتماع ده كان امبارح في وقت متاخر من امس، وكان بيحطوا خطه بقى يعني عمليه تحقيق المزيد من السيطره الامنيه على المحاور وعلى البؤر الاجراميه والكلام ده. وقال لك ان يعني الاضافه الجديده دلوقتي في منظومه الامن هو ادخال الطائرات اللي هتبقى زي بيسموها واسلحة متطورة الشرطة، الشرطة الجوية ان هي لا من ضمن يعني يمكن الاسلحة والكلام دي مسألة معتادة، لكن الجديد ان الشرطة تستخدم بقى الايه اجهزة طائرات في مطاردة الايه يعني انت لما كان بيحصل في سيناء المجرمين او الارهابيين بيضربوا عناصر الشرطة كنت بتختفي، انت لو عندك طيران تقدر تتابع تقدر تراقب تشوفه بيروح فين بيجي. اتمنى يعني ان تؤتي ثمارها وتساعد هيساعد طبعا في ملاحقه. طب في عجاله استاذ هاني، تنفيذا لتوصيات المجلس الاعلى للقضاء، المستشار الزندي يطالب النيابات بالعوده للعمل وعموميات المحاكم بوقف الاضراب. نعم هو في تطور ايجابي التطور ايجابي دلوقتي بعد ما تدخل مجلس القضاء الاعلى على الخط وبيحاول يجمع الفرقاء في القضاء لتحقيق حالة من التهدئة أو تبريد الأجواء المحتقنة بين فصائل القضاء، خاصة فيما يتعلق بملف النائب العام اللي هو بعد عدول عن الاستقالة، وهو في طبعا ضغط على ان هم عاوزينه يكمل استقالته ويتنحى، لكن هم برضو المسألة يعني كالقنبلة الموقوتة، يعني هم الزند بيقول لك احنا هنعطيه مهلة اسبوع وبعدين نشوف التطورات ايه، لكن ما زالت النار تحت الرماد في. طب ننتقل شكرا سيان، ننتقل للاستاذ سامي الامحاوي واهم عناوين بوابه الاهرام. هنا المتحدث باسم الحكومه، حجم التعديل الوزاري سيعتمد على مدى رغبه الوزراء في الرحيل عن الحكومه. والله ده حاجه كويسه. نعم هو يعني عاوز يقعد ده طبعا هو الموضوع الغريب انه بعض الوزراء طبعا استبقوا التعديل الوزاري، يمكن كان عندهم معلومه ان هم خارجين، ففي بعض الوزراء تقدموا باستقالتهم بيدي الى بيد عمرو يعني. اكيد طبعا المرحله صعبه وفي شخصيات كتير بترفض حتى من التعديل الماضي ومن قبل الماضي، في شخصيات كتير بترفض تولي الحقائب الوزاريه، كان حصل قبل كده في وزارة البترول وفي غيرها من الوزارات. أكيد ما حدش عاوز يمسك وزارة النقل خالص. نعم أكيد أكيد. فالحقيقة أنه سفير علاء الحديدي بيقول أنه المشاورات ما زالت جارية زي الأخبار ما قلناها، وأنه مدى وحجم التعديل هيعتمد على الوزراء. لكن في نفس السياق في مصادر من داخل مجلس الوزراء قالت لبوابة الأهرام أو في التصريحات خاصة طبعا، قالوا أنه في حوالي 10 وزراء سيخرجون، يعني في توقعات ب10 وزراء على الاقل، منهم طبعا دلوقتي احنا عندنا دكتور محسوب استقال، عندنا 3 وزارات اصلا فارغين دلوقتي ووزير الاتصالات والنقل ووزير ووزير الاتصالات استقال. في كمان المتوقع خروجهم الدكتور احمد مك المستشار احمد مك وزير العدل، ومحمد ابو زيد وزير التموين والتجاره الداخليه، واسامه صالح وزير الاستثمار، ومحمود بلبع وزير الكهرباء، وصلاح عبد مؤمن وزير الزراعه طبعا الاتصالات خلاص، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وحاتم صالح وزير الصناعه والتجاره الخارجيه. دول عاوزين يمشوا برضه؟ دول يقال ان هم هيخرجوا، ورجحت المصادر خروج وزير الاعلام صلاح عبد مقصود. ما يبقى في مجلس وطني للاعلام. لانه نعم لانه مع اقرار الدستور الجديد المجلس الوطني بيحل محل وزاره الاعلام، وبالتالي في توقع. طب نشوف خبر اخر استاذ سامي، قطاع السجون تسلم قرار نقل مبارك الى مستشفى المعادي العسكري، واجراءات التنفيذ تنتظر موافقه القوات المسلحه. نعم الاسبوع الماضي طبعا كان تم نقل الرئيس السابق مبارك الى مستشفى المعادي العسكري لاجراء اشعه مقطعيه، هو كان سقط في دوره مياه مستشفى سجن ترى، لما اتعملت الاشعه المقطعيه اظهرت انه عنده كسر في 3 ضلوع وعنده ارتشاح في الرئه في الغشاء البلوري للرئه وهشاشه عظام. الحقيقه النهارده حصل النائب العام راح التقرير للنائب العام، التقرير الطبي اللي هو المترتب على هذه النائب العام وافق على فالنائب العام وافق على النقل. قطاع السجون بيقول ان هو تسلم القرار وهو في انتظار موافقه القوات المسلحه اللي هيتم النقل بمعرفتها وتحت اشرافها،
وادخاله طبعا لاحدى المستشفيات اللي غالبا هتكون مستشفى المعالي العسكري. ننتقل للخبر الاخر وعلى لسان الدكتور ياسر علي المستشار محمود مكي، استقال احتراما للدستور الجديد الذي لا يتضمن منصب نائب الرئيس. نعم، وكان المستشار محمود مكي اعلن استقالته طبعا الاسبوع الماضي يوم السبت في هذا الاسبوع. الدكتور محمد مرسي في خطابه امس ذكر المستشار وشكره وقال نائب الرئيس ولم يكن المستقيل، فيعني كان في بعض التكهنات ان هي في محاوله لاثنائه عن الاستقاله. النهارده بياكد الدكتور ياسر علي انه الاستقاله كانت احتراما لاراده الشعب، وانه على اساس انه الدستور الجديد ليس به منصب او لا يلزم الرئيس بتعيين. يعني السؤال، هل في نائب للرئيس ولا ما فيش دلوقتي؟ الان ما فيش نائب للرئيس. طيب ننتقل هو يدير الحوار الوطني بس لاستكمال دوره لانه كان بدأه يعني. ننتقل لخبر اخر متعلق بتداعيات استقاله الدكتور محمد محسوب. هو قدم استقالته للرئيس مرسي، وعصام سلطان محسوب قدم استقالته لرفض حزب الوسط استمرار قنديل في رئاسة الحكومة. نعم، هو النهاردة طبعا كان اللافت انه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط هو اللي نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر نص استقالة محسوب، وده كان اول اعلان يمكن ليها. محسوب قدمها للرئيس الصبح، هو نشر نصها. بوابة الاهرام اتصلت بيه للتعرف على اسباب استقالة محسوب بصفته نائب رئيس الحزب اللي بينتمي ليه الدكتور محمد محسوب، فقال انه الفتره الراهنه لم تعد تحتمل عدم قيام رئيس الوزراء بمسؤولياته، وتساءل اين كان قنديل خلال الازمه التي عصفت بالبلاد، وقال انه على حسب وصفه انه قنديل شخص غير موجود، وانه هو لا يقوم بدوره كرئيس لوزراء مصر، وانه ده كان ممكن يكون مستساغ في ظل النظام يعني السابق. عندما تابعنا خطاب الرئيس بالامس الرئيس محمد مرسي، اعتقد زي ما بيقولوا اتكأوا على حكايه ان قنديل باقي في منصبه. نعم. يعني هل معنى ذلك ان ربما يعني بوادر خلاف ما بين التيارات الاسلاميه خلال المرحله المقبله؟ يعني حزب الوسط يعني كان دائما مؤيد يعني نعم لسياسات الرئيس وسياسه الحكومه. يعني يبدو ذلك، وهو عصام سلطان الحقيقه اوضح ده، وقال انه الحزب معترض على بقاء قنديل رئيسا للحكومه، وايضا هناك تصريحات منسوبه للمهندس ابو ليلى الماضي. نعم. ايضا يعني في نفس الطريق يعني بتمشي في نفس الطريق، وقال انه خلال مثلا ازمه الاتحاديه كان قنديل غائب وانه لم يقف مع الرئيس، وقال انه حتى جلسات الحوار الوطني هو غائب عنها وغائب عن اشياء كثيره مفروض انه. طب نشوف خبر اخر يعني مصادره 27 مليون جنيه من اموال سوزان مبارك لصالح البنك المركزي. نعم. جت منين دي؟ النهارده النائب العام اصدر قراره بمصادره 27 مليون جنيه من اموال سوزان مبارك. دي تنفيذ تطبيق لاحكام قضائيه وقرارات جهاز كسب غير مشروع. كان في حسابات باسم سوزان مبارك لو نفتكر القضايا وقبل تحقيقات الكسب غير المشروع، يعني تنازلت عنها وقالت ان هي كانت في حساباتها بصفتها رئيس فخري لمكتبه اسكندريه وجمعيه والحاجات الكتيره اللي كانت بترأسها سوزان مبارك، فهي كانت في حساباتها بهذا الوصف، وبالتالي طلعت قرارات بضم هذه الاموال للبنك المركزي وعودتها للحكومه. شكرا للدولة. شكرا استاذ سامي الامحاوي مسؤول الديسك المركزي في بوابه الاهرام الالكترونيه، وايضا شكرا للاستاذ هاني عماره مساعد رئيس تحرير جريده الاهرام، شكرا لك. فاصل قصير نعود بعده لمطالعه اهم عناوين الفقره الاخيره من طبعه اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا الاستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير جريده الاهرام، فابقوا معنا. محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. ازاي كمان يطلع براءه؟ ازاي اللي يطلع براءه؟ العدل ما حكمش عليه بالاعدام ليه؟ مجرد العدل بس المؤبد، الباقي كله براءه. الاحكام غير مرضيه للشعب، اهالي الشهداء غير راضيين على الحكم.
كل نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيله. الجزيرة دوت نت. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك دوت الجزيرة دوت نت. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. أهلا بكم من جديد مع الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير جريدة الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة. أهلا بكم أستاذ عبد العظيم. أهلا بك أستاذ الله. نبدأ أستاذ عبد العظيم من المواجهة ما بين الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار. أنتم عنوانين حوار الطرشان. أيوة. هو طبعا انعكاس المواجهه دي بتجسد حاله الانقسام اللي هي السايده في الشارع المصري، رغم صدور الدستور او رغم الاستفتاء على الدستور واقراره من جانب الشعب وتوقيع من جانب السيد رئيس الجمهوريه على تطبيقه وانفاذ عمله، الا ان ما زالت ايضا دعاوى الحوار وعدم الحوار مسار للصراع او الحوار بين فريقين. الفريق الاول بيمثله زي ما قلت حضرتك محمد حسين اللي هو امين جماعه الاخوان المسلمين، في مواجهه احمد سعيد اللي هو حزب رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو اللجنه التاسيسيه. دعاه الاستقرار ودعاه الامتثال لنتيجه الصندوق ودعاه جماعه الاخوان المسلمين بيقولوا ان الدستور اقر باراده شعبيه حتى وان كانت النتائج لم تكن بفارق كبير، الا انه تعبير عن اراده. يعني التلتين والتلت، هي مش التلتين والتلت قوي، 64 و36 بالظبط 36 يعني. لكن اذا اخذنا في الاعتبار ان جمله الاعداد التي صوتت او الناخبين اللي صوتوا حوالي 16 مليون مواطن في المرحلتين قياسا بعدد اصوات الناخبين 52 مليون، هنا دي اللي بيتمسك بيها هنرجع للحشد، القدره على الحشد. يعني هناك طبعا قدره على الحشد، هناك قدره على التنظيم، بعيدا طبعا عن الخروقات او التجاوزات التي يرددها البعض بانه حدث منع تصويت بعض فئات بعينها، بانه حدث تصويت جماعي، بان هناك بعض اللجان كانت لا يعني تخضع لاشراف قضائي متكامل. يعني اللجنه العليا ردت على ذلك، يعني ردت انه طبعا قالت ان في بعض استبعاد حوالي 69 صندوق او عدد من الاصوات، الا ان في نتيجتها علينا ان نتفق ونقبل بالقواعد الديمقراطيه. هذه المساله جاءت باستفتاء شعبي، فعلينا ان نقر الدستور. صحيح ان هناك مواد خلافيه، هذا هو رايي الشخصي بعيد عن المواجهه، يعني هناك مواد خلافيه ما زالت محط اختلاف بين القوى السياسيه مجتمعه. إذا كان هناك نية، خاصة وأن الدعوة جاءت من رئيس الجمهورية في كلمته يوم الأربعاء الماضي بعد إقرار الدستور، فيدعو مجددا للحوار. ففي رأيي على القوى الإنقاذ الوطني وعلى مختلف الأحزاب أن تلبي هذه الدعوة وأن تجلس على مائدة واحدة. يعني هناك يعني رئيس حزب الوفد الدكتور سيد البدوي يعني قال يعني حتى قبل خطاب الرئيس مرسي يعني ضرورة المشاركة في هذا الحوار، وحتى أنه قال أن من لم يشارك في هذا الحوار فهو خائن. يعني في على الطرح على النقيض هناك من قال انه شارك في الحوار ولكن في نقاط معينه. يعني انا في رايي ان ادعنا من سلسله الحوارات التي تمت والجلسات المتعدده، هل هي الجلسه الرابعه او الجلسه الخامسه، لانها هي ما فيش شك انها تضم مع تقديرنا واحترامنا لكل الرموز المعارضه المشاركه في هذا الحوار، ولكنها في معظمها شبه كرتونيه. علينا أن نجنح أو نمد يدنا للأحزاب المعارضة الحقيقية المتواجدة في الشارع ورموز المعارضة من خلال دعوة اللي هم جابت الإنقاذ ده جابت من خلال دعوة واضحة، لو حتى على الأقل محاولة إحراجهم. فإن أنا جالس الحوار ومعي أجندة بتقول 1 2 3 4. إذا كنتم جادين لأن مصر تنتقل من المرحلة التي فيها وننهي حالة الانقسام فعلينا أن نتفق في مثل هذه. طب أستاذ عظيم، يعني هناك من يقول أيضا طب تعالوا نقعد مع بعض ونتفق على الأجندة بدل ما طرف لوحده ينفرد بوضع هذه الاجنده. يعني ده مطلوب ايضا، يعني اصل احنا مش عايزين نقول هي البيضه ولا الفرخه، يعني انا اقصد انه النهارده طبعا انا ضد الحوار المشروط من البدايه من الجانبين، ولكن ايضا لابد ان تكون في دعوه شخصيه محدده ونقاط في اجنده عمل
مبرمجة وتوقيت واضح ودعوة شخصية لمن هم أطراف في هذا الحوار. بمجرد أن أنا أزعت هذا وأنا من الذي عليه هذا الدور هو السيد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس لكل المصريين وباعتباره هو رئيس المعارضين والمؤيدين معا، رئيس الذين قالوا نعم والذين قالوا لا، وهو الذي يبادر يلم الشمل، لأن حالة الانقسام الخاسر الوحيد من وراءها هي مصر وخاصة الوضع الاقتصادي، خاصة وأن هناك أصبح ما فيش يعني شك. هو في الخطاب بالأمس الرئيس مرسي يعني قال أنا يمد يده للجميع، يعني سواء من قال نعم أو من قال لا، وهو حي الجميع بدون استثناء، يعني ألا يعد ذلك يعني بوادر حسن نية خلاص ننسى بالتأكيد. وإحنا نعول على هذه الدعوة ونطالبه أيضا بتفعيلها باعتباره هو الرئيس الشرعي والرئيس المنتخب والأب لكل المصريين، وعليه أيضا أن يحرج الأطراف حتى المعارضة وأن يرغمهم بأدبه وبدعوته الكريمة في أن يجلسوا على مائدة واحدة حتى يتحاور البعض ونتفق على الخروج من هذه المرحلة. ننتقل أستاذ عبد العظيم إلى ملحق الجمعة. ملحق الجمعة كعادتنا دائما نصدره طبعا قصة قصيرة، فطائر الرحمة، وهذه القصة هي الجزء الثاني من رواية ليالي الأنس. فطائر دي جمع فطيرة ولا فطائر؟ للكاتب عبد الرشيد الصادق المهدي، وأعتقد أن هي يعني من القصص المميزة. نصل إلى الصفحة الثالثة، وأعتقد أن هذا الحوار من الحوارات الهامة لأنه حديث الساعة هذه الأيام، وهو تم مع رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة اللي هو اللواء عمر الشواتفي، ومع اللواء رشوان توفيق اللي هو رئيس جهاز تنمية سيناء. طبعا كلنا يعلم أنه من قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام صدر قرار وزير الدفاع بتحديد مناطق الاستثمار في سيناء وقواعد التملك بالنسبة للمصريين وبالنسبة للأجانب. هو قال معلومة خطيرة أنه مصر الدولة الوحيدة اللي تباع أراضي الأجانب ده السيد عمر شواتفي قال لأنه فعلا كان هذا قبل الثورة، وزي ما قال لنا في الحوار هناك شركات بالكامل بيعت بمنشآتها، وبيدلل على ذلك بأن السيد حسين سالم باع شركة مصرية بعد أن أسسها بنسبة لمستثمر يهودي في البورصة وطرحت في البورصة. فبيحذر اللواء عمر الشواتفي من أن أراضي سيناء لا يمكن بيعها أو تملكها إلا للمصريين فقط، ولكن أيضا حتى لا تكون هناك دعوة ضد الاستثمار في سيناء، وخاصة أن القرار في إطلاقه على علاته أصاب يعني الكثيرين. هو لي يعني تصريح مهم جدا، يقول من فكروا في بيع أراضي الدولة للأجانب يريدون تكرار تجربة فلسطين. دي حقيقة، لأنه البعض حاول أن يجعل من أراضي الدولة في سيناء ستار لأن يتملك، وطبعا بعد التملك وبعد إصدار عقود ملكية وبعد إثبات حالتهم والإقامة يصعب عليك أن تسترد هذه الأرض أو أن تطالب بطردهم أسوة بما فعله في فلسطين. ومن هنا كان ضروري على السيد وزير الدفاع أن يصدر قراره، وهو الحقيقة تفعيل للقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بقواعد التملك في سيناء. لا يجوز تملك في الشريط الحدودي على بعد 5 كيلومتر، وهذا ما تضمنه قرار وزير الدفاع يعني بعرض 5 كيلومتر لا يجوز حتى للمصريين كمان، حتى للمصريين، لأن دي تعتبر مناطق استراتيجية ومناطق محايدة حتى مفتوحة عشان حتى التحركات لسبب يعني. أيضا قال معلومة مهمة جدا، أن يعني من قال أنه لا يجوز لأبناء سيناء تملك الأراضي فهذه يعني محض افتراء، وأنه بالفعل يحق لهم تملك الأراضي. يا فندم تملكوا بالفعل، هم زي ما قال اللواء رشوان توفيق أيضا هناك قواعد اتحطت بالفعل، أن يكون المتملك من أبوين المصريين، أن يقدم شهادة ميلادي أو بطاقة رقم القومي، أن يقدم بطاقة رقم الوالدين إن كان على قيد الحياة، إلى إضافة إلى شهادة جنسية وشهادة من الجهة الولاية المالكة لهذه الأرض، إذا كان عقار فتبقى المحافظة، وإذا كان أرض زراعية تبقى هيئة التنمية الزراعية، وإذا كان مصنع أو منشأة تبقى هيئة التنمية الصناعية، حتى لا ينازع في ملكية المتملك أحد. طب ننتقل للصفحة الخامسة، وأعتقد أنه تحية مهم. الصفحة الخامسة، الرهبنة القبطية هبة مصر للعالم. هذه دراسة قدمها لنا الدكتور مينا بديع عبد الملك، وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتحدث فيها عن سماحة الديانة المسيحية وتعاملها مع القبول بالآخر، وبيؤكد أن الرهبنة القبطية هي هبة مصر في العالم، لأنها بدأت في مصر في القرن الثالث أيام كانت مصر دولة مسيحية طبعا، إلى أن تم فتحها في 641 ميلادية على يد عمرو بن العاص. وبيقول لنا هذه الدراسة أيضا أن الرهبان المسيحيين هم الذين ساعدوا السيد عمرو بن العاص في دخوله إلى مصر طبعا بعد أن تعرضوا لقسوة الرومان. وبيقول إنه إنها من وصايا القديس أنتونيوس اللي هو أبو الرهبنة في مصر ومؤسسها، إنها لا تدع الشمس تغرب وأنت غاضب، كناية عن التسامح التي تعرف به
الأديان المسيحية. طب الصفحة السادسة يعني مصر التي في خطري. هذه الصفحة سجلناها من قبيل الحفاظ على الهوية المصرية، بمعنى أن سواء كان النوبي أو سواء كان الصعيدي أو السيناوي أو البحراوي أو هذا الخليط من الشخصية المصرية على اختلاف توجهاتها الجغرافية والمكانية، إلا أنها لها همة واحدة ولها صفة واحدة ولها جينات متشابهة بنسبة 97% كما أرجع وأكد على ذلك أسرزة الوراثة. وأيضا إن ميزة مصر هو في تنوعها بهذا الشكل، إنها تضم كل هذا الخليط من الوجوه ومن السمات، إلا أنها ترجع أيضا إلى طبيعة المصري بشكل عام. طب أيضا طب حتى لا تغضب المرأة صفحة 7. حتى لا تغضب المرأة بيقول لحضرتك النهاردة إن طموحات المرأة محبوسة دائما بين الزوج والأبناء، لأنه أنت النهاردة المرأة يعني بطبيعتها تقول لها أنت أخبارك إيه، تقول لك المهم العيال يبقوا كويسين. طب أنت حققتي طموحك، تقول لك البركة في الأولاد. يعني المرأة المصرية، دي دراسة برضو حديثة بعد ثورة يناير، أكدت أن المرأة المصرية رغم طموحها الشديد إلا أنها تقدس الحياة الزوجية وتسعى لراحة أبنائها. طب يلا محمد عبده إمام الثائرين، هذه طبعا نموذج كلنا يعرف الإمام محمد ليت عبد. الزمان ليت الزمان يعود يومنا. الإمام محمد عبده وما فعله من عصر إحياء النهضة، وهو طبعا كان في فترة من فترات لقب بإمام الثائرين لأنه رفضه للتقاليد القديمة وتأسيسه لعلوم النهضة على أسس حضارية، ودعا لمعرفة الآخر والتحاور معه والأخذ عنه، كما أنه أسس مع جمال الدين الفرغاني اللي هي مجلة العروة الوثقة، وطالب بعدم طلب بتقديم العقل على ظاهر الشرع، يعني افعال الفكر والتأكيد على القبول. مهم جدا يعني، وايضا قال ليس من حق احد ادعاء احتكار اليقين او امتلاك الحقيقة المطلقة. ده طبعا لانه ما فيش احد النهاردة يملك انه هو يتحدث بالحقيقة المطلقة. شكرا استاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير جريدة الهرام والمشرف على ملحق الجمعة، شكرا لك. انا اللي شكرا. الى هنا نكون قد وصلنا الى محطتنا الاخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، وجاءتكم من داخل أروقة جريدة الجمهورية فجريدة الأهرام، فشكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.